الويب سايت الجديد للنهار الإلكتروني واللي بيتابع الأخبار بشكل فوري انطلق ب 12/12/2012 بذكرى الشهيد جبران طويني. بالنسبة لي أنا لي تقريبا سنتين بالجريدة. بالسنة الأولى كنا عم نشتغل أكثر على السوشيال ميديا، عم ندعم أكثر السوشيال ميديا من ناحية تويتر، فيسبوك وغيرها مثل إنستغرام وغيرهم. هيدولي منحرر الخبر منطلعه بطريقة دقيقة صحيحة تعتمد أهم شيء المهنية الصحفية اللي هي بتتميز يعني عن باقي المواقع بمصداقيتها، بطريقة كتابتها، بالمعلومة المتواجدة فيها. اسمي عياد وكيم، لي 7 سنين بالنهار. عند إطلاق الويب سايت استلمت المسؤولية الإدارية بويب سايت النهار. فريق الويب سايت مؤلف من 10 أشخاص مسؤوليتهم مقسمة كالتالي: شخصين عندهم مسؤوليات إدارية، شخصين عندهم مسؤوليات سكرتير تحرير، والست أشخاص البقية هن بيعملوا داتا انتر. المواضيع اللي بيخدها الويب سايت وبيستعملها وبيحطها هي المواضيع العلاقة بالسياسة، العلاقة بالفن، العلاقة بالمجتمع، بالصحة، بالجمال. منجرب أكتر شيء نحط مواضيع خفيفة، يعني مواضيع فنية خفيفة، مواضيع العلاقة بالصحة خفيفة. هلأ في أيام بيكون في نشاف بالأخبار، ما في أخبار، ساعتها عنا مصادر مندقلها، مصادر أمنية، مصادر سياسية، مصادر اجتماعية، نقدر نجيب منها أخبار. طبعا كل خبر بيتعلق باختصاص المصدر. زينة حريز، أونلاين جورناليست على ويب سايت النهار دوت كوم. نحن بناخذ الخبر اول شيء بيوصل على الوكالات اللي هن الوكالات الاساسيه، الاي اف بي، رويترز، الوكاله الوطنيه، ومننزل الخبر يعني بطريقه خبر جديد. بالاول بيكون خبر صغير، بعد 5 إلى 10 دقائق بيتطور الخبر اكيد حسب اهميته على الصعيد المحلي او الدولي، وبينزل بفقره عن المحليات، الدول، الاقتصاد، فنون، في كتير اشياء حول العالم كمان. وفي عنا كمان مندوبين على الأرض اللي هن مندوبين الجريدة، نتصل فيهم بكذا منطقة لبنانية عنا من شمال لجنوب، ونقدر يكون في بهالطريقة مصداقية أكبر للخبر على الموقع، وكمان سرعة من خلال فقرة الخبر العاجل اللي بيوصل على التليفونات عند العالم. إن شاء الله نضل كجريدة ورقية، نحتفل بعد 80 سنة بجريدة ورقية، بس بعتقد أنه العالم حنحتفل بنهار إلكتروني من أعظم الصحف الإلكترونية بالعالم العربي وربما بالعالم إن شاء الله.